بسم الله الرحمن الرحيم Today inshallah we'll talk about the ventilation or breathing Breathing is the process of taking air into and out of the lung يعني yani, هي عملية أخذ الهواء لداخل وخارج اللونج This is occurring uh, requires activity of muscles يعني yani the active process عملية uh, نصها بيبقى إيه uh, active فعايزه activity of the muscles and the nervous system والجهاز العصبي to coordinate and regulate the process carefully عشان يبقى في شهيق وزفير وفي انتظام عايزه نشاط عصبي وعضلي علشان تعمل تنظيم ل regulation of breathing breathing ventilates the lungs يعني عمليه البريثنج ده breathing in and breathing out تعمل ventilates the lung يعني تعمل تهوية لللنج breathing alt alternation of inhalation and exhalation صح يعني هو عملية تبادل ما بين الشهيق والزفير supply our lungs with oxygen rich air and expels excess carbon dioxide ناخد ثاني اكسجين ونتخلص من ثاني اكسيد الكربون آه وهي عباره عن تو آه بروسيس آه، 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 اللي هو الانسبيريشن والاكسبيريشن الانسبيريشن البرايمري ستيمولس ليها المحفز الاساسي ليها انكريز ذا اماونت اوف كربون دوكسايد في البلد لما يزيد في البلد بتاعك ثاني اكسيد الكربون يقوم يزود الايه الهيدروجين ايونز كونسنتريشن فتاثر على الكيمو ريسبتورز الموجوده اللي هي الكيميائيه الموجوده في ريسبيراتوري سنتر المركز التنفسي او الكاروتيد بوديز اللي هي الاجسام الكاروتيديه اللي هي الاجسام الرئيسيه اند اورتيك بوديز والاجسام الموجوده في الاورطه استيموليتد باي الكربون دايوكسيد يبقى لما يزيد ثاني اكسيد الكربون يحصل ايه تاثير واستجابه من المستقبلات ده اللي اللي قلنا عليها ريسبيراتوري سنتر كوريتد بوديز اند اورتيك بوديز ليه؟ لانها بتاثر بارتفاع ثاني اكسيد الكربون اللي هو بالتبعيه بيرفع لك الايه؟ تركيز الهيدروجين اين وبالتالي بيقلل لك البي اتش بتاع الايه ال The respiratory center is located in the medulla oblongata دي موجودة في النخاع المستطيل and it triggers inspiration في الحالة دي على طول بتحفز عملية الشهيق بتزود سرعة الايه الشهيق اللي هي inspiration rate and an inspiration depth وعمق الايه عملية الشهيق. The inspiration is active phase يبقى دي المرحلة النشطة في عملية ال breathing. الـ expiration بيبقى نيجاتيف uh, فيس لكن الانسبيريشن ده بيبقى عملية اكتيف فيس بيبقى طاقة الديفراج اند ريب ماسلز اللي احنا قلنا عليها اللي هي الانتركسل ماسلز كونتراكت تنقبض يبقى عايزة طاقة يبقى على طول active phase عند ال uh, intra pleural pressure decrease والضغط الموجود داخل التجويف ال الصدر بيقل uh, وبالتالي اللنج يبقى عندها فرصة أن يحصل لها expand تتمدد وبالتالي ال في اللنج بيقل يوم الاير air rushes into the lung وبالتالي الهواء يقوم يدخل فين؟ في اللنج الانسبيريشن يبقى انت دلوقتي عشان يحصل ايه انسبريشن يدخل الهواء في مكان مغلق مقفول سيلد زي ما احنا قلنا كده سيلد يبقى لازم تحقق ايه ان الاتموسفيريك اير بريشر هنا الضغط اسمه ضغط الهواء الجوي هنا لازم يكون هاي ذان الايه البلمونري بريشر او اللونج بريشر او الانترا بلورال بريشر فاتحقق الكلام ده ازاي ازاي تحقق ان البريشر في اللونج ماست بي لوور than the atmospheric pressure يبقى عشان يحصل inspiration شرط أساسي أن the pressure in the lung must be lower than atmospheric pressure وكلام ده إمتى يتحقق رقم واحد لما يحصل diaphragm contract and flatten and move down يعني diaphragm يبقى في الوضع الطبيعي يبقى relaxed كده بالشكل ده ويبقى إيه آه الأعلى كده بالشكل ده لازم الأول حاجة أن هو ينقبض contract ولما ينقبض يتحول يبقى إيه يبقى فلاتند بالشكل ده وبعد كده موفن ايه داون يبقى الوقت المكان الحيز الموجود ده كان موجود بالشكل ده لما تزود له كده جزء لتحت ده نتيجة حركة الايه الدايفراجم ده, ده يبقى هيخلي المعدة اللونج عندها قدرة انها ايه بدل ما كانت تقف هنا انها ايه تتمدد وتوصل للشكل ده وده اول ايه اول تأثير عشان يزود الايه المساحة أو تجويف الصدر أو ويدي المساحة لللانج إنها تتمدد رقم اثنين الانتر ماسل أو الريب كيج رايزس الضلوع تتحرك لأعلى وللخارج رايزس أب أند أوت لما تبدأ تتحرك لأعلى وللخارج كده يبقى برضه بتديك مساحة للصدر بدل ما كان نازل لأسفل كده وضاغط عليها لا بقى في مساحة بين اللانج وما بين الشيست طيب ايه اللي يحصل بقى في الحاله دي يبقى انا دلوقتي عملت حاجتين عملت الايه نزلت من لتحت ورفعت الضلوع لاعلى يبقى الثراسك كافيتي فوليوم يبقى حجم تجويف الصدر ده ماله زاد اهو زاد الجزء اللي هو ارتفعوا للاعلى وزاد الجزء اللي الديفراجمن نزلوا لأسفل وبالتالي اللنج او الالفولاي بريشر الضغط الموجود ايه في الليفر في اللنج او الالفولاي بيحصل له ديكريز يقل عن الايه؟ الاتموسفيريك بريشر وبالتالي الاير رشز انتو ذا لنج يبقى اللنج استريتش داون في الحاله دي تلاقي فيها مكان وفي فرصه فتتحرك وتتمدد في السراس كافيتي الالفيولر بريشر از ناو ليس ذان الاتموسفيريك بريشر البريشر ان ذا اير اوتسايد ذا لانج يعني اللي هو الهواء الخارجي وبالتالي الاير فلوز انتو ذا الفولاي ويبدا الهواء زي ما انت شايف كده اير ان يبدا يدخل في اللانج ويملا الايه اللانج يبقى ده باختصار هو تاني ده الانسبيريشن ايه معنى الانسبيريشن الريب كيجز موف اب اند اوت لأعلى كده والخارج يزود مساحة الصدر القفص الصدري الدافرام كونتراكتس اند فلاتن اند موف داون اند موف داون يبقى أنا من زودت مساحة كده لأعلى وزودت مساحة الأسفل يبقى اللونج يحصل له إيه كستندد داون وتتمدد لأسفل يا إيه كمان ويزيد يقل الضغط فيها وبالتالي البريشر ان ذا لنج ديكريزز اند اير كامز راشنج انتو ويبدأ الهواء إيه يدخل فيه اللونج عملنا انسبريشن عمل اكس ان انسبيريشن ليه شوف من اتفلطح وبدا يتحرك ليه لأسفل انسبيريشن ليه عشان يحصل اكس تشينج بين الاير اند البلاد خلاص الاكسجين دلوقتي دخل البلاد والبلاد تخلص من ثاني اكسيد الكربون بقى الهواء اللي هنا بقى غني بثاني اكسيد الكربون ايه اللي يحصل يحصل الاكسبيريشن او عمليه الزفير عشان برضو تخرج الهواء تعمل عكس اللي احنا عملناه لازم ترفع الضغط فين داخل اللنج ترفع الضغط عن الايه عن الضغط الهواء الجوي وبالتالي الاير موفز اوت expelled outside يبقى ال pressure in the lung must be above the atmospheric pressure يبقى تعمله ازاي ده ان ال diaphragm اللي كان contract يحصل له ايه يحصل له relaxes and rises and, uh, relaxes, and, uh, and uh, sorry, uh, so relaxes and move down and that diaphragm sorry يحصل له relaxes and move يعني يتحرك لاعلى كده ويوصل لشكله ويرجع تاني الوضع الطبيعي يبقى يرتفع يعني. الثراسك volume decrease في الحاله دي لما diaphragm يطلع وكمان الايه الريب كيجز موف ان او انا الريب كيجز موف ان اند داون يبقى الريب uh, كيج موف ان اند داون والديفراجم زي ما انت شايف الرسمه موف اب اند رايزز يتحرك لاعلى كده تاني يبقى الزياده اللي كانت حصلت رجعت تاني فالضغط يبدا يرتفع فين في الريب في الكيج يبقى الالفيولاي بريشر رايزز ابوف ذا اتموسفيريك بريشر وبالتالي اللنج بريشر انكريز يزيد الضغط في اللنج او البلمونري او الالفيولاي وبالتالي الجاز فلو اوت تو فروم ذا لنج تو اوتسايد يبقى ده الاكسبيريشن ليه واضح الاكسبيريشن واضح لان الريب كيجز موف ان اند داون تبدا تتحرك تاني للداخل ويدخل ايه اه يرجع يدخل يرخ للداخل كده عشان يبقى التجربه في الصدر يرجع تاني يقل الديفراجمنت اللي هو ريلاكس يرتخي وبعدين موف اب اند ايه go to the original place and pressure in the lungs increase في الحاله دي الضغط بيزيد والاير pushed out to the إذا كان كل عملية بتبقى عملية uh, relaxation فدي بتبقى عملية إيه؟ uh, not active تبقى uh, uh, negative يبقى yes, ده ال inspiration هنا rib cage move up and out هنا move in and down هنا diaphragm uh, moves down contracts and move down هنا relaxes and move up هنا pressure on the lung decrease هنا pressure on the lung uh, increase وبالتالي هنا air uh, rushing into and هنا air rushing out.